طبتم وطابت أوقاتكم. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد على طاولة الحج الذي يأتيكم ضمن تغطية الموسعة لقناة إقرأ لحج هذا العام 1434، ونأتيكم مباشرة من مشعر منى، فأهلا ومرحبا بكم. بداية مشاهدين الكرام وكالمعتاد نتابع وإياكم في فقرة الصحافة أبرز الأخبار التي نشرت في صحف السعودية الصادرة لهذا اليوم. الاقتصادية، أمين العاصمة المقدسة، مشروع لتخليص ميناء من النفايات آليا بنحو 1,200,000,000 ريال. عكاظ، حملة لا حج بدون تصريح قللت مصابي الحوادث المرورية بنسبة 90%. الحياة، قاضي، خفض أعداد الحجاج سبب تأخير تسليم المخيمات للشركات. الرياض، اللواء التركي، تنقل الحجاج بين المشاعر هذا العام هو الأمثل مقارنة بالسنوات الماضية. الاقتصادية، تهدف إلى الحد من تسرب المخالفين للمشاعر، اللواء الخليوي، مدن أمنية متكاملة على مداخل مكة للحد من تسلل الحجاج. عكاظ، التاكسي الطائر يجنب الحجيج الزحام ويوقعهم في الخطر. الشرق، أكثر من 30 شركة تستنيب الحجاج بسندات وهمية. الرياض، شرطة جدة تضبط 1,618 حاجا مخالفا وفرار 40,000 من كمائنها. الاقتصادية، 15,000 تأشيرة لسوريا والقادمون 2019 فقط. مصر الأولى عربيا ب 26% من الحجاج والجزائر ثانيا. يسرنا أن يكون معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ أسامة الحازمي الكاتب الصحفي وعضو مجلس إدارة صحيفة المدينة. مرحبا بك أستاذ أسامة. مرحبا بكم ومشاهدين السلام، الله يسلمك. الله يحييك أستاذ أسامة. اليوم نبدأ بأول خبر من صحيفة الاقتصادية، 15,000 تأشيرة لسوريا والقادمون 2019 فقط، إحصائية مصر الأولى عربيا ب 26% من الحجاج والجزائر ثانيا. بطبيعة الحال الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا أدت إلى هذا العدد الكبير، يعني يمكن لم يأتي إلا يمكن 10% من الأعداد المعطاة لهم. أما بالنسبة لمصر فهي حقيقة بالنسبة لتعداد سكانها سكان مصر وأيضا شوق الحجيج المصري دائما إلى الحج، فلا نستبعد عليهم هذه النسبة الكبيرة ودائما هم في شوق، وهذا يدلل أيضا على شيء آخر إلى إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في مصر ككل، لأنه إذا كان بهذا الحجم من الإعداد وأيضا السفارة السعودية لا تقوم بأعمالها على أكمل وجه حتى في ظل الظروف الصعبة. نعم صحيح. كان هناك دعوات أستاذ أسامة إلى وضع نسبة معينة أو عفوا عدد معين لكل دولة بدلا من النسب، ما رأيك أنت بهذا الرأي؟ قد يأتي يوم يكون هذا رأي صائب، من عملية النسب مع زيادة إعداد السكان ومحدودية مساحة منى ومحدودية الوقت اللي يؤدى فيه الحج قد يكون مناسب في يوم من الأيام إذا كبر العدد إلى عدد كبير جدا سكان الدول، لأنه تعرف الديموغرافية وعدد السكان يزداد بالطبع سنويا. نعم. فقد يأتي يوم ولا بد أن نستخدم هذا الحل، لأنه يعني ما عندي حلول بديلة. وأيضا لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى شوف من حكمة أن زال الحج والبيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة لا تأتي مادية فقط وإنما هذه أيضا الاستطاعة عدم الدخول بشكل مباني يعتبر عدم استطاعة. صحيح. الخبر الآخر من صحيفة عكاظ، إغلاق مركزي السيل ووادي محرم الصحيين الزهراني لعكاظ
حملة لحج بلا تصريح قللت مصابي الحوادث المرورية بنسبة 90%. أنت كيف ترى انعكاس الحملة المشددة هذا العام لعدم حجاج عدم حج من لا يحملون تصريح؟ كيف ترى انعكاساتها على حج هذا العام والخطط الموضوعة له؟ بالتالي أكيد أن الحج بلا تصريح أدى إلى عدة أمور حسنة، منها عدم الافتواش، لأن الحجاج بلا تصريح يفتوشوا لم يكونوا من ضمن الحملات. ولكن هنا أأمل أن تكون أيضا في تدخل بالنسبة للحملات وأسعارها مناسبة ومتناول الجميع، لأنه لم يستطيع أي شخص أن الحملة مغالين فيها، وأصبحت الحملات بعضها مغالين في أسعارها. الحج بلا تصريح لا بد أن يؤدي إلى تقليل العدد الحاج بدون تصريح، بالتالي يؤدي إلى عدم الافتراش، إلى نواحي كثيرة جدا حسنة في الموضوع ده. نعم، من صحيفة الحياة قاضي، وهو طبعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج وهو وكيل الوزارة أيضا الأستاذ حاتم قاضي، قاضي للحياة: خفض أعداد الحجاج سبب تأخير تسليم المخيمات للشركات. طبعا شركات أو حملات الحج اشتكت من تأخير تسليمها المخيمات وبالتالي رفع تكلفة البناء والتجهيز للمخيمات، وبالتالي يعني هي مضطرة لرفع الأسعار. الآن وكيل الوزارة يقول أنه خفض الأعداد هذا العام هو ما سبب تأخير التسليم، ما رأيك؟ والله ما أدري، يعني يمكن قد تكون لي وجهة نظر. خفض الأعداد المفروض يسهل عملية التسليم، لكن رفع الأسعار بالمقابل هذا لا يمكن، لأنه لا نعوض على حساب الآخرين العدد. من يعني من بداية رمضان وإحنا عندنا مع مشروع التوسعة الحرمين كان في منادات تقليل العدد، يعني هل كان معقول؟ لا، هو اسمح لي، هو الآن في تفاصيل الخبر طبعا يقول أنه خفض نسبة الحجاج 50%، طبعا حجاج الداخل، حتم على الوزارة وضع آليات جديدة تراعي تنفيذ أمر الخفض، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع تسليم حملة كانت تخدم 1000 حاج نفس الموقع وهي تخدم الآن 500 حاج، مشددا أنه تم تسليمهم موقعا يتسع للعدد الجديد المخفض روعيت فيه العدالة والشفافية. والله انا برضه وصول على رايي، يعني كان المفروض هذا يتخذ من وقت مبكر، انه يكون عندهم علم بتخفيض الاعداد، يعني وزاره الحج هي اول من ينافي بهذا الموضوع، فيجب انه يكون كان لا يحدث هذا عمليه التاخير، لانه عمليه التاخير انت تعرف انت مرتبط بوقت معين والحملات مرتبطه بوقت معين، فلهم حق في شكواهم. نعم صحيح، هو عموما هذه الشكوى كانت حتى من العام الماضي، يعني قبل أن يكون هناك تخفيض لنسب الحجاج. يعني أنا أطالب وزارة الحج، من طبعا في ظل وزيره معالي الدكتور بندر، يعني حقيقة هو شخص مجتهد ودوسيرة حسنة، أنه نضع آليات من بداية العام، يعني من انتهاء الحج هذا العام نبدأ في وضع التنفيذات للحج القادم، حتى لا يكون هناك تأخير ولا يكون في ملامع الوزارة ويؤدى بأكمل وجه. نعم، هي طبعا شبكة من التدخلات في هذا الموضوع، أيضا دخل فيها وزارة الشؤون البلدية ووزارة المالية، يعني هي شبكة صعبة الحقيقة. بس ممكن التنسيق بينها، يعني في فترة عندي 11 شهر يعني كافية. صحيح، أكثر من 11 شهر. صحيح صحيح، هذا غير نعم نعم، هو غير مبرر ولكن هذا هو الوضع. الآن من صحيفة الرياض: مؤكدا الاستمرار في المحافظة على مستوى تنفيذ الخطط المعدة، اللواء التركي: تنقل الحجاج بين المشاعر هذا العام هو الأمثل مقارنة بالسنوات الماضية. أنت تشوف أنه هذا العام بسبب التخفيض اكتشفنا أنه هذا هو العدد المناسب للحج، أم ماذا برأيك؟ والله شو العدد لابد يكون في دراسة لمنى واستيعابها والعرفة والعدد اللي ممكن تستوعبه بكل راحة ويصل. العدد هذا قد يكون الأمثل قد لا يكون الأمثل، لذلك كان نجاح الحج هذا بسبب تخفيض الأعداد، يعني العدد انخفض بشكل كبير جدا، وكل مين حج وتسمع منهم تتصل بهم هاتفيا عبر الإذاعات وعبر التواصل الشخصي تجد انه هو كان ميسر جدا جدا جدا، يعني الى ابعد
الى هذا حد حد ممكن، ولا كانت هناك مشاكل لا في الخطابات ولا في التنقل ولا في هذا. طبعا لا بد انه العدد كان لي دخلي في الموضوع هذا، لذلك يجب ان يعاد دراسه حجم منى ومدى استيعابها وعرفه ومدى استيعاب الطرق وزياده عدد القطارات، وليت انه يكون في كمان مترو يساعد على التنقل. نعم، هو طبعا بخصوص المترو اخيرا هو في مشروع لهذا المترو سينفذ حسب حسب التصريحات التي يعني أدلت بها إمارة مكة، أنه ضمن مشروع تطوير مكة سيكون إن شاء الله هذا المترو. اللواء التركي عموما تفضل. أنا أتمنى هنا أن يصاب كل زمن في العملية هذه، لأن كل ما تأخرنا كل ما استجبت علينا مواضيع جديدة. إحنا عشان نلتفت للجديد ننهي ما هو موجود عندنا على أرض الواقع عشان نستطيع أن نتطور سنويا. صحيح، هو طبعا اللواء التركي يعني يعزو هذا هذه السهولة في التنقل هذا العام إلى قلة أعداد المفترشين مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا طبعا جاء نتاجا لحملة لا حج بلا تصريح. هو شيء مؤكد أن عدد المفترشين قل، وكذلك عن عدد الحجاج، فعاملين يعني ليس عامل صحيح واحد. صحيح. من صحيفة الرياض: قيادات البحث في عرفات تسجل انخفاضا في القضايا، شرطة جدة تضبط 1618 حاجا مخالفا وفرار 40,000 من كمائنها. انت كيف تشوف عموما هذه السنة طبقوا نظام جديد وهو تفتيش على مخارج المدن قبل وصول الحجاج الى مداخل مكة؟ هو بالتأكيد يعني مما كان في السنوات السابقة ليس كان هناك الحملة والرقابة والتشديد بهذا الشكل، فلا بد العالم الآن كانت تجرب مدى اختراق هذا التنظيم، هل يستطيعوا ولا لا؟ وطبعا هذا مؤشر للأعوام السابقة. إن شاء الله إذا الله أحيانا العام القادم ستشوف أن العملية خفت بشكل كبير جدا، لأن يعرف أن هناك رقابة شديدة. جميل. من صحيفة الاقتصادية: أمين العاصمة المقدسة للاقتصادية: مشروع لتخليص منى من النفايات آليا بنحو 1,200,000,000. طبعا للمعلومية سيكون معنا إن شاء الله سعادة الأمين بعد قليل للحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى، أنت كيف تعلق عليه؟ يعني الحقيقة لا بد من مشروع قوي زي هذا، لأنه يعني شيء غريب عملية النظافة وعملية الثقافة، وهذه مرتبطة بمستوى المعيشة والمستوى الاقتصادي. أكثر المسلمين في كثير من البلدان يعيشوا في حالة من الفقر، يمكن يكون معاه سنوات طويلة حتى يجمع ما يستطيع به الحج. لذلك علينا إحنا وعلى المملكة على كاهلها عبء كبير جدا في مستوى النظافة والتخلص من النفايات. نعم. عكاظ أيضا كان فيها عنوان: المرور يؤكد منع هذه الوسيلة في نقل ضيوف الرحمن، التاكسي الطائر يجنب الحجيج الزحام ويوقعهم في الخطر. طبعا هم يتحدثون عن قيادة الدراجات النارية. الدراجات النارية يعني أصبحت فعلا هي مشكلة من المشاكل، لكن حلت بعض الأمور، لذلك لا بد أن نوجد البديل لها. ليش ما يكون فيها ترتيب معين يعني؟ هو ممكن ما يقول لك البديل لها بطرق أن يفتحوا لها طرق خاصة بها ضيقة تفاحة، يكون ترتيب بديل بالنسبة لها، لا بد يكون فيها، لأنه دائما منشأ الشيء تعويض عن نقص معين، لذلك احنا نقضي على النقص حتى نقضي على الوسيله هذه. صحيح ولا لا؟ صحيح. نعم، هو طبعا مفيد عموما في التنقلات في المشاعر نظرا للازدحام، وهو اسرع ما يمكن للتنقل الان. يعني تفضل. يعني عندك شيء يحتاج له من التنظيم بعض الشيء، او استعوض عنها بدبابات عجلات ثلاثه، سفرات تكون صغيرة الحجم في التنقلات. نعم صحيح. الآن اسمح لي أستاذي أن نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعد إن شاء الله لإكمال ما تبقى في حلقتنا، فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وكما أرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة الحازمي الكاتب الصحفي وعضو مجلس إدارة صحيفة المدينة. مرحبا بك أستاذ أسامة مرة أخرى. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الله يحييك. من ضمن أخبارنا من صحيفة الوطن، قماش الإحرام رمز للزهد استعصى على التفاخر. هذا العام يعني حتى الإحرام صار فيه ماركات وأشكال، طبعا اللون واحد ولكن صار فيه ماركات من الإحرامات. أنت كيف تشوف مثل هذا الموضوع، وعموما كيف ترى مخيمات الفي آي بي وبعض الطبقية اللي بدأت يعني تطل برأسها في الحج؟ حقيقة أنا كتبت مقال عن الموضوع هذا. المهم في العبادات القبول وليس التفاخر يا أخي. أنت جاي أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة وبتأدي شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركان الإسلام. عملية التفاخر فيه أنت أدمن القبول. أولا القبول لا يأتي بالكبرياء وبعملية التفاخر وعملية المباهاة والمخيمات الـ VIP والأكلات البوفيات وهذه. لا الواحد يجب انه على المسلم يتطلع الى القبول من الله سبحانه وتعالى، وليس عمليه توسيع المكان والاكلات الحسنه والاحرام الجيد من علامات القبول. فلنتقي الله، فلنتقي الله فعلا، لان المفروض ان الكل سواسية هنا يوم المحشر. الكل حيقف، الكل حيقف سواسية، لا فرق بين عربي وعجمي. وهذا هو الحج رمز يعني مصغر ليوم الحشر. صحيح. تقف أمام يد الله. صحيح. تفاخر كما تريد. أنت تبغى القبول ولا تبغى تؤدي أنت فريضة؟ والناس تقول لك والله أديت الفريضة وبتفاخر وبإحرام مزكرش ولا ما كان فيه. صحيح. خبرنا الآخر من صحيفة الشرق، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ينتقد انتشار سماسرة الكوبونات. أكثر من 30 شركة تستنيب الحجاج بسندات وهمية طبعا لذبح الأضاحي. المفروض هذول عقوبة تنزل عليهم مشددة. أنا الكلام تكلمنا يمكن أمس أو أول أمس، لن نكون في مجتمع نزيه. لا بد من الوجود هذا. إذا كان في مجتمع نزيه أو الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر المجتمع لطهر المجتمع النبوي، لكن كان موجود في كل شيء. لكن يجب الضرب بيد من حديد، لأنه هذا تلاعب. وعملية المسلم متى ما قدمها وكان هو متحري عنها فهي منهم قبول عليه، من ذنب ذنبهم عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. لما يقفوا أمام الله وأخذوا فلوس الناس بغير حق ويؤدوا فيها فريضة، ما إيش يقولوا أمام الله سبحانه وتعالى هذول؟ صحيح. يعني قبل عقوبة الدنيا أن يتقوا الله. صحيح. خبرنا الأخير من الاقتصادية، اللواء الخليوي، مدن أمنية متكاملة على مداخل مكة للحد من تسلل الحجاج. أنا يعني إنما راه في تصميم وعزم كبير على أساس منع الحج بدون تصريح وعملية تنظيم الحج. وزي ما قلنا من سابق يعني العملية إذا لم تستطيع أن تحصل على تصريح لأي سبب من الأسباب هذا يدخل ضمن الاستطاعة، لأنك أنت لم تقاوم تنظيم البلد أو تقاوم الحكومة، أنك أنت تخلف نظامها. صحيح. هذا يأتي من ضمن الاستطاعة. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طالما وجد هنا شرط معين وضعته الدولة وافقت عليه العالم الإسلامي ككل، لأنه هو يختص بالعالم الإسلامي ككل، وافق عليه، لم يحدث اعتراضات ولا انتقادات بالنسبة لي، يعتبر شرط من شروط الاستطاعة. طيب الآن أستاذ أسامة اسمح لي نتابع وإياك تقرير عن أبرز المقالات التي كتبت في الصحف الصادرة هذا اليوم. نشرت صحيفة عكاظ مقالا ناقدا بقلم خالد السليمان تحت عنوان مبروك يا حقة قالك ولد، فيقول فيه: لم أفهم يوما ما الذي يجعل أبا أو أما أن يحمل طفله الرضيع أو الصغير إلى الحج رغم كل المخاطر التي تحيط بزحامه الخانق والمشقة التي تميز أعماله المرهقة. لذلك شكلت دائما صور ومشاهد الأطفال الرضع والصغار الذين يرافقون والديهم في الحج علامة استفهام كبيرة عندي، لا تنافسها في الحج سوى علامة تعجب
من التسامح الرسمي مع دخول الحجاج بأطفالهم رغم كل التشدد مع البالغين الذين لا يحملون تصاريح الحج. أما ما يجمع علامتي استفهام وتعجب معا فهو أن أرى امرأة حاملا في شهرها الأخير تتجه إلى أكثر المناسبات ازدحاما وتدافعا على وجه الأرض، ثم بعد ذلك أقرأ في الصحف عن وضعها مولودها. فأي حج هذا الذي ذهبت إليه وأي نسك تلك التي استطاعت أداءها دون الانشغال بنفسها وجنينها؟ أستاذ أسامة، كيف تعلق على هذا المقال؟ والله شوف، احنا عندنا يعني كثير من الامور اخذوها مما كان في الزمن النبوي على سيدنا محمد الصلاه والسلام. يعني الان اجل الطفل فكانوا يسالوه الصحابه هل له اجر؟ يا اخوان، هذا كان في زمن او لم يكن فيه الازدحام الى هذا الحد البعيد. يعني بعض الاحيان يكون زي ما تكلمنا برضه اول امس، الحج مشقه. أنت تأتي بطفل عمره سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ثمانية سنين إلى الحج، أعتقد أن الزمن غير مناسب والوقت غير مناسب، وتفشي الأمراض والزحام اللي موجود قد فعلا يتطلب الحد من هذه الظاهرة، ولو يسن قانون لعدم دخوله. نعم. من صحيفة الرياض مقال آخر للكاتب راشد الفوزان بعنوان المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، يتحدث في هذا المقال يقول: ننتقد نعم وبلا توقف أو حواجز كبيرة، تستطيع أن تكتب ما تشاء حين يكون أسلوبا سهلا وموضوعيا بلا شخصنة أو عدم تثبت، النقد مفتوح، ولم أكتب إلا ناقدا ومحاولا إصلاح ما أستطيع باجتهادي، وقد أصيب وأخطئ. وحين نفتح ملف خدمة المسلمين في هذا العالم فإننا نجد المملكة بلادا حكومة وشعبا قد قدمت الكثير من الجهد والمال بما لا يمكن حصره، ومن ثم يعني يواصل في يعني شكر هذا الدعم. ثم في جزء آخر من المقال يقول: أعتقد من الأهمية إشراك القطاع الخاص بأن يكون مشغلا ومستثمرا بطرق متعددة للنقل، للبناء، للفندقة، للترفيه، للتوسعة، للمطار وغيره. إشراك القطاع الخاص مع تمكين مع ذلك لعقود طويلة وبشروط عالية تكفل خدمة أفضل واستدامة، وهو ما سيخفف العبء على المملكة كثيرا. وبعد ذلك يتحدث عن إشراك القطاع الخاص. أنت كيف ترى مثل هذه الدعوة؟ أول ما يمكن أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله طال الله عمره قال هذا واجب علينا، واجب على المملكة، وهي التصرف الغالي والثمين لخدمة حجاج بيت الله. إشراك القطاع الخاص أنا مع الإشراك، لكن بالإضافة إلى ما قالوا أتمنى عليه رقابة شديدة، لأنه خليني صريح أنا معاك وحقولها بصراحة، القطاع الخاص عندنا هنا يطمح دائما إلى المكاسب الكبيرة. الحج لا ينبغي يقدم خدمة يدعم فيها الدولة. القطاع الخاص عندي أكبر استفادة مننا كشعب ومن الحكومة، يجب أن يكون مشارك وغير متطلع لأرباح كبيرة جدا، يتطلع إلى أرباح أو إلى التكلفة. هذا إشراك القطاع الخاص. إنما القطاع الخاص إذا دخل بهدف الربح، لا والله، الحكومة تتولى كما هي متولية وجزاها الله خير، وإحنا في غنى عن القطاع الخاص إذا كان هدفه الربح الكبير. فإذا إشراكه يجب أن يقع تحت رقابة شديدة. نعم. الأستاذ أسامة الحازمي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس إدارة صحيفة المدينة، شكرا جزيلا لك. حياك الله. كان لدينا الخبر اللي تحدثنا فيه عن أمين العاصمة المقدسة، وهو يتحدث عن مشروع لتخليص منى من النفايات آليا بنحو 1.2 مليار. في تفاصيل الخبر كشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة عن مشروع قادم سيقضي على مشكلة النظافة في موسم الحج، مشيرا إلى أن المشروع حاليا يدرس، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على أن تكون هناك دراسة شاملة لموضوع التقنية، وهو نقل النفايات من مشعر منى إلى خارج المشعر بواسطة الأنابيب. الآن معنا عبر الهاتف، يسرنا أن يكون معنا أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار. مرحبا بك دكتور أسامة.
اهلا وسهلا بك استاذ الكريم. الله يحييك. بداية نتحدث عن هذا المشروع لتخليص منها من النفايات، متى سيطبق هذا المشروع والى اين وصل؟ كما ذكرت في الخبر استاذ الكريم، المشروع هو الان تحت الدراسة، سبق ان اقترحته الامانة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية رأت وزارة المالية ان تعمل دراسة شاملة المقارنة بين طرق التخلص من النفايات الصلبة والمطبقة، وبالذات الطريقة التي كان مقترحة من الأمانة، وهي طريقة ما يسمى بالنيوماتيك سيستم، وهو نقل النفايات الصلبة عبر أنابيب إما بطريقة التفريغ أو بطريقة السيور الميكانيكية. وتم تكليف مكتب استشارات عالمي بالتنسيق مع وزارة مع جامعة الملك عبد العزيز، مكتب خبرة بجامعة الملك عبد العزيز، لعمل الدراسة إن شاء الله خلال هذا الموسم، ومن ثم يرفع تقرير الدراسة للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية لتقرير الخطوة التالية بمشيئة الله. أنتم كيف ترون يعني رضاكم عن مستوى النظافة هذا العام؟ بالتأكيد أستاذ الكريم، يعني الجهود دائما تبذل من كافة الجهات ذات العلاقة، سواء أمانة العاصمة المقدسة أو أي جهة من الجهات التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن. نحن نعرف مدى اهتمام ولاة الأمر بهذه الشعيرة وبتيسير أداء الحجاج لمناسكهم بسهولة وأمان. فبفضل الله سبحانه وتعالى، قلة الافتراش، عدم وجود اكتظاظ وازدحام مروري كالسابق، أسهم في يعني أن تكون معدات الأمانة وعمالة الأمانة تستطيع أن تتحرك وتستطيع أن تنقل النفايات من الشوارع ومن الساحات إلى المخازن الأرضية وإلى المرامي، وهذا بالتأكيد انعكس إيجابا على مستوى حالة النظافة في مشعر منى. يعني نحن نتمنى إن شاء الله أن تتحسن النظافة بشكل أكبر من هذا الذي حقق هذا العام بإذن الله، عندما نتمكن باستخدام الآليات سواء هذا النظام المقترح أو غيره من الأنظمة التي يعني تحقق كفاءة في نقل النفايات إلى خارج المشعر. نعم، على مستوى الخدمات البلدية عموما، ما الجديد في المشاريع في المشاعر المقدسة ومكة هذا العام؟ إذا تحدثت عن أمانة العاصمة كجهاز ماذا نفذت من مشاريع، الحمد لله استطعنا يعني إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الإضاءة في المشاعر، سواء في مشعر مزدلفة أو في مشعر منى أو في الطرق الرابطة ما بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفات. كما تعرف النفرة وهي الحدث الأكبر في رحلة الحج تتم ليلا، فلذلك يعني التركيز على الإضاءة ورفع مستوى الإنارة أعتقد أنه حقق إيجابية كبيرة هذا العام. أيضا هناك مشاريع لرص طريق المشاة الذي يبدأ من جبل الرحمة إلى مزدلفة، هذا العام انتهت المرحلة الأولى منه بطول 1300 متر، وسوف تكمل إن شاء الله بعد الحج بقية الطريق. أيضا هناك بالنسبة إذا انتقلنا إلى مكة المكرمة، سوف يستخدم لأول مرة هذا العام الطريق الرابط من المشاعر المقدسة إلى طريق جدة مكة السريع عبر الدائري الرابع، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من صف آخر جسر أو آخر بلاطة في الجسر العتشية أول أمس يوم الاثنين يوم وقفة عرفات، والآن الجسر جاهز إن شاء الله للاستخدام في نفرة الحجيج من منى إلى المسجد الحرام ومن ثم إلى جدة وإلى المدينة المنورة. هذه بعض من أبرز المشاريع التي يعني افتتحت هذا العام. جميل. كان هناك حديث عن أنه سيتم تنفيذ مخيمات شبيهة بالمتواجدة هنا في منى في مشعر عرفات ومزدلفة، صحيح هذا الموضوع؟ أنا لا، طبعا أمانة العاصمة ليست هي الجهة المنظمة والمختصة بمثل هذا الموضوع، ولكن مع ذلك هناك مخطط شامل للمشاعر المقدسة أقر من مجلس الوزراء في رمضان 1433، والمخطط الشامل يشمل عرفات ومزدلفة ومنى، ويشمل جل مجالات الخدمات
مثل الإسكان ومثل النقل ومثل خدمات النظافة والصحة وغيرها من الخدمات للحجيج. فأعتقد إن شاء الله طبعا المخطط الشامل الآن في مرحلة الدراسة التفصيلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعطي أولوية لهذا الملف. فأتوقع إن شاء الله أن نتحرك في تنفيذ المخطط الشامل قريبا بمشيئة الله إن شاء الله. بالنسبة لقطار المشاعر، حدثت مشكلة خلال العام الماضي في تفويج الناس ودخولهم إلى القطار وخروجهم. هذا العام كيف ترى يعني مسيرة القطار؟ الواقع بالتأكيد يعني كما سمعت وسمع الجميع كانت رحلة ميسرة لكافة الحجيج الذين استخدموا هذه الآلية في الانتقال من عرفات إلى مزدلفة إلى منى. واليوم ثاني أيام أول أيام التشريق، يعني ثاني أيام العيد، القطار يستخدم في نقل الحجيج الذين يرغبون في رمي الجمار ما بين مزدلفة وعرفات إلى منى، ثم يعودون إلى حافلاتهم وسياراتهم في هذه المشاعر المقدسة. جميل. بالنسبة لموضوع التأشيرات الموسمية والتي تحدث بعض المشاكل كل عام، إلى أين وصل يعني وصلت جهودكم للحد من هذا الموضوع؟ الواقع بالتأكيد هناك جهات منظمة تتولى تنظيم مثل هذا الملف وعلى رأسها وزارة العمل، وهناك تنسيق كبير للقضاء على أي ظواهر سلبية سواء كانت التأشيرات الموسمية أو غيرها من الظواهر السلبية وتأثير أداء الحجاج لمناسكهم بسهولة وأمان. ما أبرز التحديات أو المشكلات التي يعني واجهتموها أنتم في وزارة الشؤون البلدية أو تواجهونها خلال موسم الحج؟ طيب، يبدو أن الاتصال انقطع. سنذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لإتمام ما تبقى من حلقتنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في جزئنا الأخير من حلقتنا هذا اليوم. طبعا نشكر معالي أمين العاصمة المقدسة على مداخلته، ويبدو أنه عنده مشكلة معينة وانقطع الاتصال، نتمنى أن يكون المانع خير إن شاء الله. في هذه اللحظات يسرنا أن نستقبل معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الله الفواز، مدير عام إدارة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة وعضو لجنة الحج العليا بالرئاسة. مرحبا بك شيخ عبد الله. الله يحييك. بداية لو تحدثنا عن الأدوار التي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، طب صلاة وتم التسليم. أولا أخي الكريم، يسرني بهذه المناسبة العظيمة أن أهنئ المسلمين عموما في عيد الأضحى المبارك، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. وكذلك التهنئة موصولة لقيادة هذه البلاد المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله وألبسه لباس الصحة والعافية، وولي عهده ونائبه الثاني. والشكر موصول والتهنئة موصولة أيضا لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وكذلك صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا على نجاح موسم هذا العام، حج هذا العام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدموا في موازين أعمالهم الصالحة. أما جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في خدمة حجاج بيت الله الحرام فهي متواكبة مع اهتمام الدولة الله بهذا الموسم العظيم. هذا في الحقيقة شكر لنعمة الله جل وعلا
على توفيقه وامتنانه باحتضان بلادنا ولله الحمد ببيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. الرئاسة بدأت استشراف هذا الموسم منذ وقت مبكر وبالتحديد منذ نهاية موسم العام الماضي، وذلك بإشراف ومتابعة صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس لجنة الحج العليا رئاسة العامة، والذي بدأ الحقيقة التوجيه والمتابعة باجتماع لجنة الحج العليا، وانبثق عن هذا الاجتماع في الحقيقة عدة لجان تنفيذية بدأت أعمالها منذ منتصف العام تقريبا، وبلغت ولله الحمد ذروة عطائها هذا المخرج المشرف الذي رأينا أثره ولله الحمد في نفوس حجاج بيت الله الحرام من خلال إظهار جانب الرضا والدعاء لهذه البلاد قادة وعلماء ومواطنين ولله الحمد والمنة. ما أبرز الأدوار التي تقومون بها في الحج؟ يتركز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق اختصاصها النوعي في هذا الموسم في الجانب التوعوي والتوجيهي في أماكن تردد الحجاج على بعض الأماكن التي يتطلب التواجد أعضاء الهيئة فيها نصحا وتوجيها ورعاية لأولئك الحجاج. هناك في الحقيقة بعض المراكز تكون في المشاعر كمركز عرفة عند جبل عرفة، ويتواجد الأعضاء هناك لاستقبال الحجاج وتقديم النصح والتوجيه لهم والحيلولة دون وقوع المخالفات الشرعية، خاصة ما يؤثر على أداء نسكهم. فيقوم الأعضاء الهيئة في هذا المركز التوجيهي وغيره من المراكز كمركز جبل ثور ومركز جبل النور وكذلك مركز الجعرانة ومقبرة المعلاة وبعض الفرق الميدانية المتحركة، كل أولئك يقومون بخدمة الحجاج من خلال استقبالهم وإظهار البساطة لهم والبشاشة وإعانتهم على تعزيز الجانب المعرفي في ما يحملهم على أداء نسكهم وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتخلل ذلك تقديم بعض الإهداءات المتمثلة في مواد توعوية تتعلق بكتب ومقويات ونسخات وسيديات، ثم أيضا الرئاسة العامة ولله الحمد واكبة التطور والتقنية من خلال شاشات عرض تجاوزت 20 شاشة العدد، منها 4 شاشات تلفزيونية كبيرة شاهدها ولله الحمد واستفاد منها معظم الحجاج في مشعر حرم عرفات في منى وفي ساحة الحرام ولله الحمد. شيخ عبد الله، بودي أن أسألك، أنتم في الرئاسة طبعا هذا سؤالي الأخير، كيف تتعاملون مع التنوع المذهبي والثقافي للحجاج؟ الأمر أخي الكريم جند له أكثر من 900 مشارك من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختيروا بعناية، ويدعمهم في ذلك مترجمين من ذوي الكفاءة العالية هم طلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه من طلاب الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، ويتم التعامل مع هذه الثقافات بما يحقق الحقيقة رضا وقناعة الحاج وقبوله. ورأينا هذا على الحقيقة الطبيعة وأمام أعيننا من خلال تقبل أولئك الحجاج
لما يدى لهم جميل. من توجيه ونصح. جميل. الشيخ عبد الله الفواز مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة وعضو لجنة الحج العليا في الرئاسة، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، ختاما كما تعلمون هذا تنويه أنه كان المفترض أن يكون معنا في حلقة اليوم سعادة اللواء سعد الخليوي قائد قوات أمن الحج، ولكنه اعتذر قبل الحلقة لظروف خاصة. نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، وبالطبع هذا الشيء مبرر خصوصا في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الحالات الطارئة والمهام لخدمة ضيوف الرحمن، فشكرا له، ونتمنى إن شاء الله أن يتسع وقته في وقت آخر للقائه. كما أشكركم أنتم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا، أترككم في رعاية الله.